جرحى اثنين ولا ثلاثة. هذه المعلومات اللي تأكدنا منها إلى حد الآن. نتمنى الشفاء لجرح البارح في منطقة غزمال من الناحية الثالثة مشاو قصر الرابوني سور الرابوني على أثر قصف جوي بالطائرات المسيرة. السلام عليكم يا كلب، سير الخير. ضروري ضروري اللي دمه او زايد، ضروري ضروري التحق بتندوف نارا ولو الدم ولش يحسن عليكم. اللي دمه او زايد، اللي دمه او زايد التحق ضرك بتندوف. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله. معكم اخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغربي العظيم، كالعادة الخوت دائما التسريبات الصوتية اللي غنسمعوهم في اخر الفيديو اللي كنأكدوا ونزكوا بهم الخبر ديالنا. الاخبار كتقول اخوتي على انه الدرونات المغربي والمغرب كيمشط بشكل تام المناطق العازلة، غير مسموح بالمرة نهائيا اي سيارة ولا شاحنة ولا دراجة نارية ولا مدرعة تدخل المناطق العازلة، تمشيط كامل. ما بين البارح واليوم كتقول اخبار على انه عمليتين، وما خفي اعظم هادشي اللي غي كيوصلنا واللي كنسمعو من فرق شية البوليزاريو. البارح في العشية عملية استهداف سيارة رباعية الدفع في مجيك على مقربة من الحدود الموريتانية، وتصاب واحد من البوليزاريو بجنسية موريتانية وشخصين من البوليزاريو اللي تم نقلهم كي غنسمعوا في التسريبات الصوتية الى الزويرات. واحد نقلوه الزويرات في موريتانيا يتعالج وفي حالة خطيرة، والثانيين جوج تنقلوا لمخيمات تندوف هما في حالة حرجة، ومن وصلوا المخيمات تندوف عادوا يطالبوا بالدم وكذا، في حالة خطيرة ربما يقدروا يكونوا تلكوا ماتوا. واليوم كذلك تم استهداف سيارة أخرى في نفس المنطقة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المغرب والقوات الجوية والدرونات المغربية عازمة على منع مرتزقة البوليزاريو بالمرة يدخلوا المناطق العازلة. ديك الكذبة اللي كيجيونا بها على انهم عندهم مناطق محررة، وعلى مجيك منطقة محررة، وتفارتيو بيرحلوا مناطق محررة، الكذيب والزفيد ديال موقف محرمة عليهم. المناطق العازلة محرمة عليهم نهائيا. والدليل دليل، لو كانت المناطق العازلة كما كيدعيو على انها محررة، مؤتمرات البوليزارو اللي كيعدلوا سنويا ولا كل 4 سنوات كانوا كيديروها في تفاريتي وفي بيرحلو في الفترة اللي كان فيها السلم. لكن بعد قضية معبر قرقرات وملي هربوا الفرق شية البوليزاريو وعلنت البوليزارو على انها دخلت في حرب مع المغرب، اصبح ممنوع على اي عنصر من البوليزارو سواء قيادي مسؤول فرق شي احد الميليشيات يدخل هذه المناطق العازلة. والمؤتمرات والمؤتمر القادم ما غيتعدلش في تفاريتي ولا في بير رحلو، غيتعدل في مخيمات تندوف. وحتى قيادي البوليزاريو اداه البندير، عدد كبير من القياديين دخلوا حطوا كرعين في المناطق العازله كانوا في خبر كامل، يعني محرم عليهم. غنسمعوا التسريبات. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. مرحبا، سؤال الله على التلفزيون. ما شحالك معاك لاباس؟ عليك من الخير يا خويا ماسي. الحمد لله. تقول انو تاخذ دعنا لا حديد، اذا قالوا انو قالوا عندك تقول صيغانو معه احسن يسرق. الحمد لله ما فاص في شيء معه احسن يقولوا الفركاك، لانه خيو الفركاك قالوا ما اللي تقدر تقول صيغانو قال بعد الحمد لله سالمين. والفركاك شاف مرطب نعم قاعد في الزوارات الثاني قاس بير مخيم. الله خبطهم دعرهم عندهم مدويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بعد صعب قاع كل شيء، نتمنى الشفاء لجرحى البارح في منطقة غزمال من الناحية الثالثة مشاو قصر الرابوني مشاو البارح صور الرابوني على أثر قصف جوي بالطائرات المسيرة. ونرجع من عند مولانا وقف هذا نزيف الدم اللي عاد أكاد أنه يكون ما هو يومي بالساعة عاد بالسوايا.
اللي عاقب مجموعتك الله يبدبش البارح مخبوطين وحدين فرحة باق زمال ومشاو منهم اثنين بجريح اللي فاتن قبطنا اخبارهم واثنين من الناحية الثالثة. نتمنى الشفاء للجميع ونتمنى تحلب بالزول الرحمة ان شاء الله.